مساء الخير، معاكم أسامة شعيب. إن شاء الله نشرح مع بعض البطنة. البطة برانشيتها كتير، وهنبدأ بأسهل برانش فيهم وحبهم لقلبي، الهيماتولوجي. الهيماتولوجي عندي قسمين، أولوجي يعني ساينس، وهيماتو يعني بلود. قبل ما نبدأ أي شابتر محتاجين نعرف شوية بيزكس عنه، شوية أساسيات عنه. البلود عبارة عن إيه؟ البلود عبارة عن حاجتين، عبارة عن خلايا شوية سيلز وعبارة عن بلازما. الخلايا اللي موجودة في الدم ثلاث حاجات، عندي في RBCs، عندي في وايت بلاد سيلز، وعندي في بلاتلتس. اوكي، البلازما عندي عبارة عن مية ووتر، وده نسبة أكبر منها، زائد شوية حاجات تانية زي ايه، زي الانزيمز مثلا، انزيمات زي ايه، زي الهرمونز. بس اللي يهمني في الجزء بتاع البلازما بالنسبة لشابتر البلاد، الكواجيليشن فاكتور. قبل ما نبدأ أي برانش، أنا بحب نعمل نبص من بره، وبعدين نعمل زوم إن على كل جزء، ونبقى عارفين الديسوردرز كلها اللي موجودة في البلاد، أوكي، أو موجودة في البرانش الخاص بينا. بالنسبة للبلاد، إحنا من بره أهو، إيه المشاكل اللي ممكن تحصل على مستوى البلاد؟ المشاكل اللي ممكن تحصل عندي على مستوى الـ RBC رقم واحد، يا إما أنيميا، يا إما بوليسايسيميا. المشاكل اللي ممكن تحصل على مستوى الـ Red Blood Cells، عندي حاجتين برضه، يا إما لينفوما، يا إما لوكيميا. المشاكل اللي ممكن تحصل على مستوى البليتلت، عندي مشكله مشهوره جدا اللي هي البيربر، وهنعرف الاوردر بتاعها واسبابها باستفاضه. مشكله الكواجيليشن فاكتور هي البليدنج ديسوردرز، اللي هي اشهرها طبعا مرض مشهور جدا الهيموفيليا. المفروض باذن الله نتكلم عن كل واحد من دول، دي الامراض اللي عندنا اللي ماشيه شطر البلاد كله. كل واحد من دول هنتكلم عنهم باستفاضه، نعرف ديفينيشن، نعرف كلينيكال بيكشر، نعرف انفستيجيشن. الجديد بقى هنا شويه ان احنا في النهايه لازم تخرج انت قادر تجيلك الحاله دي تقول لك عرض، العرض اللي عندها ده انت هتعمله ديفينيشن دايجنوزس لحد ما توصل للتشخيص، اللي هو غالبا مثلا لو موضوع النهارده هيبقى الانيميا. وصلنا للانيميا، تعطي تحاليل المطلوبه بتاعتك زي اي دكتور، لما الدكتور بيطلب بره احنا هنتعلم نطلب ايه، نكتب ايه بالظبط اللي هنطلبه. وبعدين في النهايه بتكتب لها روشتتها بعلاجها بالاسامي التريد نيمز اللي في الغالب بتبقى مش معروفه لينا، احنا عارفين الاسامي اللي هي العلميه بس. ده يعني المين جول بتاع الكورس، انك في النهايه تخرج قادر تكتب روشته كامله للمريض. هنبدا بمين دلوقتي؟ هنبدا بالانيميا ان شاء الله، وهنتكلم عنها. ايه الانيميا؟ عشان اتكلم عن اي مرض في البدايه عرفوني، قول لي يعني ايه انيميا اصلا؟ انيميا عندي في ثلاث تعريفات موجودين في الكتب. التعريف الاولاني هو نقص الهيموجلوبين، حط عليه استفهام كده. التعريف الثاني هو نقص الهيماتوكريت، عندي استفهام برضه. التعريف الثالث هو نقص الار بي سي سكاوت، عندي استفهام كده. تعالى نحل الالغاز. اول حاجه نقص الهيموجلوبين عن كام؟ ايه الرقم اللي اقول عنده؟ الحاله دي انيميا، الحاله دي مش انيميا، على حسب. وعلى حسب في البطنة دي يعني ايه بتحل مشاكل كتير. على حسب ايه؟ على حسب الحالة معايا، الراجل ده البيشنت ده ميل، ولا البيشنت عندي فيميل، ولا كمان فيميل وبريجننت حامل. هيدي ارقام تقريبية سهلة للحفظ. لو البيشنت ميل فالنورمال بالهيموجلوبين بتاعه النورمال يبقى كام؟ يبقى من 13 ل 17. ايه التمييز؟ هيموجلوبين غالبا البروتينات في الجسم بتتقاس بالجرام، هيبقى بالجرام في الليسل. بالنسبه للفيميل، الفيميل عندي من ناقص واحد، من هنا واحد من هنا، يعني يبقى من كام؟ 12 ل 16 ايه جرام في الليسل. عندي استفاد هنحلها من شويه. طب لو الحاله بريجننت، يعني السي بي سي اللي جاي لي ده او صوره الدم اللي جايه لي لحاله حامل، يبقى 11 جرام الليسل. لحد هنا نورمال. يبقى عشان اقول انيميا لازم لو الراجل او الحاله اللي قدامي ده راجل يبقى يكون اقل من 13، لو ست يبقى يكون اقل من 12، لو بريجننت يبقى يكون اقل من 11. تعال نحل على الاثنين السخان دول. اول سؤال هيجي في بالك، اشمعنى الفيميل هنا 12 والميل 13؟ الفرق ده راح فين؟ السؤال الثاني، ليه البريجننت 11؟ نجاوب على السؤال، اشمعنى
ليه عند الميل بداية 13 وليه عند الفيميل 12؟ الفرق ده راح فين؟ الفرق ده راح لأن في خطوات تكوين كرة الدم الحمراء في عندي هرمونات بتزود أو بتسرع من عملية التكوين دي. لما كون واحدة تكون 2 3 10 من ضمنها الأندروجينز. الأندروجينز دي موجودة في مين أكتر؟ في الميل. ده عامل حاجة بتزود. طيب في سبب كمان؟ في سبب كمان يبقى أول سبب وجود الأندروجين في الميل اللي بيطلع طبعا أكبر بكتير من إيه؟ من الفيميل. السبب التاني إن الفيميل بيحصل لها البيريود أو المنسترال سايكل اللي بتفقد فيها في المنسترويشن بتاعها من 20 لحد 80 مللي بلط كل تقريبا 28 يوم. ده بيقلل حجم الدم فبيخلي الموبيل نشط. يبقى الفرق ده جه منين؟ الفرق ده سببين، السبب الاولاني الاندروجينز اللي موجوده في الميل اكتر، السبب الثاني فقد كميه من الدم بيحصل للفيل. كده ظبطنا عن السبب الاول ده. حاله السهام الثانيه بقى اللي هي بتاعت ايه؟ البريجنسي. ليه البريجنسي بيحصل الموضوع بيبقى عندي الهرمون 11؟ عشان في البريجنسي بيحصل حاجه بنسميها فيسيولوجيكال انيميا. بمعنى هو المفروض ان الانيميا بيكون نقص هيموجلوبين كونسنتريشن تركيز، بس هو المفروض الاصل هي الاصل المقصود في الانيميا انيميا بالعربي يعني فقر الدم، يعني كميه الارب سيز قليله او كميه الهيموجلوبين نفسها قليله، الكميه نفسها الاماونت قليله، بس انا ما نقدرش نحسب حاجه زي كده، بنحسب الكونسنتريشن على طول. ده اسهل وسيله. طيب في الحاله بتاعت البريجنسي هي اوريدي ما حصلهاش نقص في الاماونت، يعني الاماونت بتاع الهيموجلوبين لو كان عندها مثلا 12 جرام فهي ال 12 جرام موجودين بس تخففوا. تخففوا ازاي؟ تخففوا لان مع البريجنانس بيبتدي نتيجه وجود الهرمونات بتاع الحمل، الهرمونات بتاع الحمل المشروع استروجين والبروجستيرون الدنيا دي كلها بتعمل صوت ووتر تنشن، بتحبس ميه وملح. حبس الميه والملح ده بيخفف كميه الهيموجلوبين او تركيز الهيموجلوبين، بيخفف التركيز بتاع الهيموجلوبين بدل ما يبقى عندها 12 اللي هو الطبيعي بتاع الهيموجلوبين بينزل لحد 11. بنسمي اللي حصل ده فيسيولوجيكال انيميا، يعني انيميا فيسيولوجيكال، حاجات فيسيولوجيه بتحصل على الحمل. هل دي بنعالجها؟ لا. امتى نعالج؟ لو نزل على 11. يعني لحد 11 بدينا نقطه، لو نزل على 11 كده نبدا نشوف. كده جاوبنا اول تعريف عشان نقول الفيه انيميا. طب تاني حاجه الهيماتوكريت. يعني ايه هيماتوكريت؟ الهيماتوكريت ببساطه هي الريشيو ما بين فوليوم بتاع الار بي سيز على فوليوم 100 مللي بلاد. حجم الار بي سيز اللي موجوده في 100 مللي بلاد. بمعنى لو جبنا انبوبه اختبار كده كويسه حلوه، انبوبه الاختبار دي مليناها 100 مللي بلاد وسبناها شويه، يحصل ايه؟ هلاقي عندي الار بي سيز اتجمعت تحت هنا وبقى عندي هنا شويه بلازما. دول قد ايه؟ 100 مللي. شفنا بقى حجم الار بي سي بقى قد ايه في الانبوبه؟ لو حوالي 45 بشكل متوسط 45%. يعني حجم الار بي سي اللي موجود في 100 مللي بلط 45. المفروض النسبه دي لو قلت يبقى عندي انيميا. قلت عن كام؟ برضه بتختلف. تختلف الموضوع في الميل عن في الفيميل. الرقم في الميل تقريبا المفروض نورمال رينج بتاعه من 40 ل 45، فانت لو نزلت على 40 في الميل كده في انيميا. بالنسبه للفيميل فالموضوع بينزل تحت شويه يبقى لحد 36 تقريبا. فلو نزلنا على 36 برضه بيبقى 36 تقريبا لحد 40 او 42. فانت عندك 36، لو نزلنا على 36 نقول في انيميا. كده جاوبنا على السبب بتاع الهيموكريت، ايه هو الهيماتوكريت؟ وامتى اقول ان في انيميا في الهيماتوكريت؟ السبب بتاع الار بي سي كاونت. تعالى الار بي سي كاونت، النمبر بتاع الار بي سي كاونت عندي 5 مليون خليه في في مايكرومتر مكعب. 5 مليون ده متوسط، برضه بنختلف في الميل عن الفيميل. ميل وفيميل. كام في الميل؟ الميل طبعا اكتر شويه من 5 ل 5.5. طب والفيميل؟ ننزل نص يبقى من 4.5 ل 5. يبقى عشان اقول ان في انيميا نقص عن ايه؟
عن 5 في الميل دايما اصلا 4.5 في الفيلم. ان دي صغيره المحبين كلام النظري هو الكونسنتريشن بتاع الهيموجلوبين والهيماتوكريت. الحاجات دي مش دقيقه قوي. ليه؟ لان هي معتمده على تركيز كونسنتريشن. يعني الكونسنتريشن احنا خدنا في الكيمياء الكونسنتريشن عباره عن ايه؟ اماونت على فوليوم. الفوليوم ده لو الحجم ده حصل فيه اي تغيير الكونسنتريشن حصل فيه هيتغير برغم ان الاماونت ما اتغيرتش ولا حاجه. امتى الفوليوم يتغير مثلا؟ مثلا ناخد مثال الهيموجلوبين. الفوليوم هيتغير لو واحد دي هايدريت. طب وايه اللي خلى حد وصل دي هايدريشن؟ فقد كميه ميه كتير، ممكن يرجع كتير، بيرضوا بجاستروتايز سيفير جدا وعامل ضهريه كتير قوي، ضهريه كتير قوي، ينزل كميه فلويد. ايه اللي هيحصل في التركيز؟ هيعمل ده يعمل مشكله في ايه؟ يعمل مشكله ممكن الشخص يكون عنده انيميا ونتيجه الدي هايدريشن اللي عنده طلعت من تركيز الهيموجلوبين عالي، فيطلع ان فولسلي الراجل ما عندوش انيميا برغم ان هو عنده انيميا جوه. طيب فلذلك خلي الموضوع بتاع الكونسنتريشن ده في دماغك، ان مش لازم يكون كده خلاص يبقى هو استحاله يكون عنده انيميا. لا، ممكن لو الحاله ده هايدريتد خد بالك ان في مشكله هنا دلوقتي. لمحبين الام سي كيو، في عندي الانيميا حاجه اسمها ار بي سيز ماس. نقص ار بي سيز ماس هو ادق تعريف الانيميا، بس ليه ما بنستخدموش؟ لانه محتاج راديو ايزوتوب ستادي واشمال اشعه ومشاكل كبيره جدا الصراحه. فانت يعني كوست بنفيت الاسهل ان انا اعتمد على الهيموجلوبين برغم ان هو ممكن يديني فولس نتائج فولس في معظم الاحيان. بس دي يعني لو بتكلم عن الموست اكيوريت، الموست اكيوريت هي الار بي سيز ماس. اوكي؟ كده ابتدينا عرفنا التعريف. كل ده في التعريف. نعلى شويه ونعرف ايه هي اعراض الانيميا. الاعراض دي عامه في كل انواع الانيميا. ايه بقى؟ عندي لو يعني بتكلم عن كريت البشر دايما بتكلم عن سيمبتومز وبتكلم عن ساينس. ايه السيمبتومز؟ سيمبتوم الاعراض اللي المريض هيجيلها لي. طب ايه الساينس؟ الساينس الحاجات اللي انت كدكتور المفروض تطلعها من العيان. السيمبتومز بتاع الانيميا بنقسمها لاربع حاجات: جنرال، جينيتال، سي ان اس، سي ان اس. جنرال زي ايه؟ في حاجات معينه جدا هنكتبها كده بالاسود عشان تاخد بالك منها. جنرال زي الفاتيك. يعني ايه فاتيك؟ يعني الست تولد لما كنت بقوم بشغل البيت كله عادي كل يوم، بقالي فتره ما بقدرش اقوم بشغل البيت ولا اقدر اغسل ولا اكنس بالجرعه او بالوقت او بالمجهود المعتاد. طيب جينيتال زي ايه؟ جينيتال زي الامبوتنس لو ميل، وزي المستريوال الريجولاريتيز وفي الغالب بتبقى امينوريا لو في مين. طيب سي ان اس زي ايه؟ سي ان اس ودي برضه هنكتبها بالاسود زي البيزنس الدوخه، زي لوس اوف كونسنتريشن فقدان في التركيز، زي السينكوبي. وهنا هو موضوع السينكوبي ده قوي قوي يعني. زي مين؟ زي السي بي اس بقى عندي البالبيتيشن، انجينا، وفي النهايه لو الانيميا كومبليكيتد قوي ممكن تدخلني في هارت فيلير فتديني السيمبتومز بتاع لو كاردياك اوت بوت بتاعت الهارت فيلير اللي هنعرفها في شابتر الكارديو باذن الله او فرنش كارديو. ليه عديت على الحاجات دي بالذات؟ لان الحاجات دي هي اكتر حاجات انت تسمعها وتيجي في بالك. المريض جاي بيقول لي انا عندي فاتيك. المريض جاي بتقول لي انا عندي سينكوب. يعني ايه سينكوب؟ سينكوب يعني بيقوم عليا فتره اقل من دقيقتين. يحصل عليها اغماء وتفوق لوحدها من غير اي مشكله لا في ايديها لا عندها ضعف ما عندهاش اي نيولوجيكال ديفكت. مفيش ضعف في ايديها، مفيش اي فقدان، مفيش بقها ما عملش ما حصلش اي مشكله. يعني زي ما اغمى عليها قبل ما اغمى عليها هي زي ما اغمى. المريضة جاية بتقول لي من ضمن الأعراض بتاع الكارديك أوربوت مثلا ديزنيا نهجان. فالمريضة عندها جاية تشتكي من ديزنيا نهجان. هتسمع الحاجات دي كتير قوي وخصوصا بالذات الفاتيك والديزنيا. سمعت حد بيقول لي عنده فاتيك، سمعت حد بيقول لي عنده ديزنيا،
تفكيك يا دكتور بقى، يعني المريض جاي بيقول لي دلوقتي انا بشتكي من ضعف، المريض بتقول لي مطحون من شغل البيت او الكلام ده كله، هل التفكير بيبقى في انيميا بس؟ لا، هو التفكير طبعا في ابروتش واسع جدا، بس احنا تجاريا يعني او في العيادات او في كده بنفكر في ثلاث حاجات مشهورين جدا يعملوا موضوع الفتيك ده. ايه بقى الثلاث حاجات دول؟ دي يعني اول حاجه موضوع اللي بنتكلم عنه هو انيميا، ثاني حاجه هايبوثايرويدزم، ثالث حاجه وكان بعيد عن دماغنا الصراحه خالص فيتامين دي ديفيشنسي، نقص فيتامين دي. الثلاثه دول في دماغ اول ما تسمع كلمه فتيك، يبقى انا اول ما سمعت المريض كلمه فتيك في دماغي الثلاثه دول. ببتدي بقى بظبط هيستوري وبظبط الاكزامينشن وهظبط بعد كده الانفستيجيشن. بالهيستوري هكمل بقيه مراحل الانيميا، ايه؟ هل في دوخه؟ هل في فقدان تركيز؟ هل بحس بدوامات قلبي؟ هل بيجي الم في السر؟ هل موجودين؟ يبقى في الغالب انا رايح ناحيه الانيميا وبستبعد بقيه اعراض الحاجات التانيه. ايه اللي ممكن يكون ناقصين مثلا مع فيتامين دي؟ فيتامين دي مهم، اهم حاجه للعظم، وفي الغالب هيجيب باك بين. فلو معايا كمان باك بين يبقى انا رحت ناحيه ايه؟ فيتامين دي، وساعتها همشي سكه الفيتامين دي واطلب تحاليله ويبقى علاجه علاج فيتامين دي. لو هايبوثايرويديزم بكمل بقيه الحاجات بتاع الهايبوثايرويديزم، بقيه الكلينيكال بيكتشر بتاع المريض اللي عنده هايبوثايرويديزم، وده هناخده شطر اندوكراين. فكان حالا هفترض ان السكه والدنيا ماشيه معايا معاها كل اعراض الانيميا الثانيه اللي هي الدزنس مع بالبيتيشن، حس ضربات قلبها، مع فقدان في التركيز، ممكن كمان معاها موضوع السينكوبي اللي بيجيلها، هيبقى في دماغي فكره ايه؟ الانيميا. فده استفدت من فكره الكلينيكال بيكتشر، يبقى انا وصلت للانيميا عن طريق اعراض الفتيك. فالعمل الثاني اللي هو الديزني، الديزني برضه له ابروتش واسع جدا، بس لما يجي المريض بيقول انا بلعب بفكر في ايه؟ بفكر رقم واحد ممكن يكون الموضوع شيست ولا ازماتيك او حاجه، ممكن يكون الموضوع كارديو هارت فيلير، ممكن يكون الموضوع ماشي اسيد بيز ديس اوردر. مبيجيش عارف انا يعني اسيد بيز اوردر، مريض جه ايه وعنده ميتابوليك اسيدوزس وعايز يصلح الميتابوليك اسيدوزس ده، يطلعه ازاي؟ بيطلعه ريسبيراتوري، بيبتدي يعمل ريسبيراتوري الكلوزس. ازاي بيعمل موضوع ريسبيراتوري الكلوزس ده؟ الاجانب كتير ده بيعمل وش اوت للسي او 2، السي او 2 اللي هو مصدر الاسيد بالنسبه لي، بخرج اسيد بخرج اسيد عشان اعادل الموضوع بتاع الكلوزس. فدي تخليل الاسيد ده وخروجه ده بيمثل او بيبقى كلينيكال بريزنتد على العيان بديزنيا. فلازم دماغك تبقى في دماغك يعني موضوع ان في اسيد بيز اوردر ممكن يكون اسيد ديزنيا او الاجانب اللي عند العيان ده. الرابع بتاعنا واللي يهمني الانيميا هو اللي عامل موضوع الانيميا ده اصلا. فمن الاعراض انا دماغي السيستم ان انا بفكر هعمل ايه مع الحاجه. فبتاع الديزاين ده مثلا هتأثر على الجي سيست، الشيست بتاعه بالسماعه وبالهيستوري ان هو مش ازماتيك اصلا مثلا ولا حاجه. الكارديو ده هتأثر عليه بايه؟ ايه في الكارديو يعمل ديزني؟ عندك الاريزميا، عندك امراض كتيره بس عليها الاي سي جي، بس عليها برضه ممكن اعمل ايكو على حسب الهيستوري بتاعها وبقيه الاعراض اللي معاه، يعني هي مش ديزني بس يبقى في اعراض معاها ثانيه. الاسيد بيز اوردر برضه بتفكر في الاسباب اللي ممكن تكون عاملها مثلا ميتابوليك اسيدوزس، ده بيحاول يعمل لها ايه؟ بالانس او بفرنج. بتفكر بقى في الانيميا وده الاشهر المفروض يعني من الحاجات الاشهر حاجات المفروض تيجي في دماغك وتحليلها بسيط جدا وكده كده اصلا مع اي مرض في الدوس الكلى بقى التحليل بتاع الانيميا اللي هو السيكسي صوره الدم. فكده كده بس حط ديفينشر في دماغك. ده طريقه تفكيرنا في الطب. طريقه تفكيرنا في الطب هي فكره الابروتش ده، فكره ان انا في دماغي بيجي لي العرض وابتدي افكر في ايه هي اسبابه. اهم حاجه نفضل الموضوع النهارده ان احنا وصلنا للانيميا، وصلنا له من الفتيك، وصلنا له من الديزنيا، المهم وصلنا فين؟ للانيميا. اتاكد السيمبتومز بتاعتك بالسايز اللي موجوده على العيان، بس هل لازم السايز تبقى موجوده على العيان فعلا كلها؟ مش شرط، بس من ضمن السايز اللي موجوده على العيان ممكن يبقى عنده بلور. فكره بس بقول البلور لازم الهيموجلوبين يبقى قليل ينزل تحت السبعه، ممكن لو راجل الهيموجلوبين 8 وعنده انيميا او 9 وعنده انيميا ممكن مش هيبقى عنده بلور. يعني هفترض العيان في بلور، هبص على فين في البلور عشان اعرف عنده بلور ولا لا. ببص على النيل بيت هنا، ببص على البولمر كيس، كيس بتاع البول، ببص على ميكوس ممبرين هنا، ببص على كونجنكتيفا من جوه من هنا. ايا كان لقيت البرر والله ده بيأكل تشخيصي، ما لقيتوش برضه ما نفعش التشخيص. في حاجات ثانيه بيبقى عند العيان ده هايبر دايناميك سيركيليشن. هايبر دايناميك سيركيليشن ليه؟ الدم بيحاول يعمل كومبنسيشن. هو ايه الفكره اصلا؟ الفكره ان عندي هارت ديزيز دي وظيفتها هي نقل الاكسجين، بتنقل الاكسجين لبقيه اعضاء الجسم. اوكي؟ فلما بيحصل نقص في الاكسجين، هو اوريدي ما حصلش نقص في الاكسجين، هو اوريدي حصل نقص في الار بي سيز اللي بتنقل الاكسجين لما يبقى عندي انيميا. فالجسم عايز يعمل كومبنسيشن للعمليه دي.
اديك اسمه هايبوكسيا، بتشغل سمباثيك، السمباثيك يشتغل يزود الهارت ريت، يزود الستروك فوليوم، يبتدي يعمل فاز دايليشن، كل الحاجات دي تسرع وتظبط في الدوره الدمويه كومبنسيشن للموضوع القلبي. في ساين ثالثه ممكن تحصل، بس دي عشان تحصل يبقى لازم ان هي تكون وصلت لمرحله من السيفيريتي ان هي ضربت القلب وعملت فيها امبيك هارت فيلر اللي هي اللور ليمب دي، رجلي بقت مورمه بالانيميا. الانيميا بس هي الانيميا نفسها دخلت في كومبليكيشن ان هي دخلت القلب في هارت فيلر، فلما دخل في هارت فيلر الهارت فيلر هو اللي عمل الايه، يعني هو مش حاجه مباشره، حاجه اندايركت. كده خدنا الكلينيكال بيكشر، السيمبتومز والساينز. كل اللي يهمني من السيمبتوم والساينز تعرف اهم اثنين اللي هم الفاتيك والديزنيا النهجان، لان دول اهم اثنين انت تسمعهم عشان تشخص الانيميا. دي فاتيك وديزنيا، فاتيك وديزنيا تظبط او تشوف دماغك ايه الاسباب المتاحه، وصلت ان هو انيميا او اتاكدت ان هو انيميا، هنروح للمرحله اللي بعد كده نطلب التحاليل. بس بالنسبه لي لما تطلب التحاليل مهم جدا تعرف ايه هي اصلا انواع الانيميا، ازاي بنقسم الانيميا، كلاسيفيكيشن بتاعت الانيميا. والله في كلاسيفيكيشن كتير بتاع الانيميا، في على حسب الانتيولوجي، في على حسب المورفولوجي، في على حسب خمسمية تقسيم. بس انا اكتر تقسيمه بحبها واللي انت فعلا هتستخدمها اصلا في الكلينيكال من النهايه يعني، وهتعرف بقيه التقسيمات بيها، سهل جدا لما تقرا بقيه التقسيمات هتلاقي الموضوع بقى بسيط جدا وعظيم جدا. لما تعرف التقسيمه دي لان هي اعتقد اصعبهم، هي سهله جدا يعني، بس بالنسبه لبقيه التقسيمات هي اصعب. التقسيمه اللي هي على حسب السيل سايز، حجم الخليه. المفروض الطبيعي بتاع حجم الخليه بتاع الار بي سيز يبقى من 80 ل 100 التمييز فيمتو. لو عايز تبقى دقيق شويه بننزل من هنا 4 ومن هنا 4، يعني من 76 لحد 96. بس احنا في النهايه تسهيلا يعني بنمشيها على ايه؟ من 80 ل 100. طيب ايه الاحتمال بتاعتي في الانيميا؟ الاحتمال بتاعتي ان يكون عندي مايكرو سيتيك هايبوكروميك، ده اول نوع. النوع الثاني نورمو سيتيك نورمو كرونك نورمو نورمو. النوع الثالث ماكرو سيتيك. كم نوع؟ ثلاثة انواع، مايكرو سيتيك نورمو سيتيك ماكرو سيتيك. المايكرو والنورمو والماكرو على حسب ايه؟ على حسب حجم الخليه قد ايه، طالع معايا قد ايه. لو حجم الخليه كان اقل من 80 يبقى الحاله دي مايكرو سيتيك، لو حجم الخليه كان من 80 ل 100 يبقى حجم يبقى النوع الانيميا هنا ايه؟ لو في انيميا يعني يبقى نورمال سيتيك، لو حجم الخليه كان اكثر من 100 يبقى ماكرو سيتيك. ده التقسيم بتاعي. طيب هفترض ان طلع حاجات طلعت في التحليل مايكرو سيتيك، هل خلاص كده هو في مايكرو سيتيك فخلاص يعني هعمل ايه؟ في اسباب بقى للمايكرو سيتيك. ايه اسباب المايكرو سيتيك؟ اول واشهر سبب واكتر سبب واللي انت اصلا غالبا كل الدكاتره بتفتكر ان الانيميا بالنسبه لها يعني السبب ده، بس ده مش السبب الوحيد ولا حاجه، في اسباب ثانيه والله، هو الايرن. الايرن ديفيشنسي انيميا، ده هو سبب 100%. ثاني سبب عندي الثلاسيميا. ثالث سبب عندي السيفوبلاستيك انيميا. رابع سبب والاخير يعني اللي هو الانيميا اوف كرونيك ديزيز. في سبب ما عادش مشهور بس ممكن تحطه في دماغك اللي هو الديد بويزنج، تسمم الرصاص، وهنعرف بقى بعدين الديد بويزنج ممكن يكون بيعمل حاجه زي كده. طبعا يعني الرصه دي مش شهره بالحفظ كده، احنا عايزين نبسط الموضوع شويه. عشان نتكلم عن مايكروستيك هايبوكرونيك، فاحنا الديفكت بتاع المايكروستيك هايبوكروميك بيكون ديفكت على مستوى الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده اللي هو عباره عن ايه؟ هيم وجلوبين. الهيم عباره عن ايه؟ ايرون و بروتو بورفايرين. اسباب المايكروستيك هايبوكروميك انيميا في الرسمه دي ازاي؟ لو المشكله عندي على مستوى الايرون يعمل لي ايرون ديفشنسانيا، لو المشكله عندي على مستوى البروتوبول فايرن يعمل لي سيفوبلاستيك انيميا، لو المشكله عندي على مستوى الجلوبين يعمل لي ثلاسيميا.
فينا على الارن برضو بنحط الانيميا في كرون ديزيز. يبقى تاني مشكله عندي على مستوى الارن بفكر يا اما هي ارن ديفشنس انيميا يا اما انيميا في كرون ديزيز. دي من الحاجات يعني مايكروسيتا بكرونك يا اما المشكله ممكن تكون جايه من بروتوكول فايلنج يبقى عمليه سيتي بلس انيميا يا اما مشكله من الهيموجين يبقى عمليه سلاسيميا. هي دي اسباب المايكروسيتا بكرونك. النورمستيك ميكروبك اولهم الانيميا كرون ديزيز. ده معناه ان الانيميا كرون ديزيز ممكن تيجي مايكرو وممكن تيجي نورمال على حسب. فمش هي مش في كتير، مش في كتير الواحد يعني في اثنين كتير. تاني حاجه عندي والثالثه ان انا دايما بفتكرهم اول ما بيجي اول ما بفكر في دماغي ان في نورمستيك ميكروبك بفكر في الاثنين دول اصلا اللي هو الهيمونيتيك انيميا بانواعها والهيموراجيك. هيموريتك وهيموراجيك. النوع الرابع خطير جدا طبعا بس يعني مشهور الافاستيك انيميا. دي انواع هيموريتك الميكروبيك انيميا هيموريتك وهيموراجيك وافاستيك. يبقى انا لما بوصل التحليل ولقيت الموضوع انا حجم الخليه من 80 ل 100 هبقى عارف ان بفكر في الحاجات دي. بالنسبه للماكروسيتك بيتقسم لحاجتين كبار. حاجه اسمها ميجالو بلاستيك، حاجه اسمها نون ميجالو بلاستيك. بالنسبه للميجالو بلاستيك سببين مشهورين جدا مفيش غيرهم اللي هو الفوليك اسيد ديفيشنسي وفيتامين بي 12 ديفيشنسي. بالنسبه للنون ميجالو بلاستيك فهي عندي اسباب كتيره من ضمنها الكحول، من ضمنها الكرونيك ليفر ديزيز، من ضمنها الميكسيديما، ممكن تحطها في كلمه ماك اللي هي ميكسيديما الكحول كرونيك ليفر ديزيز. دي من الحاجات اللي بتعمل ماكروسيتيك نون ميلوبلاستيك. ايه الفرق ما بين الميلوبلاستيك والنون ميلوبلاستيك؟ والله تعدد الاقاويل في بعض الاقاويل بتقول ان الميلوبلاستيك بيبقى الدايمتر اللي كان احنا عندنا مش على السايز، في فرق بين الاثنين. الدايمتر بتاع الخليه بيبقى لو هو النمر بتاعه من 7 ل 9 فلو اكتر من 9 لحد 11 دي بسميها نون ميجالوبلاستيك. لو اكتر من 11 دي هسميها ميجالوبلاستيك. قول في قول تاني بيقول ان الميجالوبلاستيك بيبقى معاها هايبر سيجمنتد نيوتروفيل. نيوتروفيل احد انواع خلايا او كرات الدم البيضاء اللي هو البلاسيلس. فبيبقى معاها هايبر سيجمنت نيوتروفيل فده خلينا بنسميها يعني ميجالوبلاستيك. على اي حال من الاحوال احنا كده عرفنا ايه هي التقسيمه بتاع الانيمي وده اهم تقسيمه في الانيمي. المايكروسيتيك هايبوكروميك النرموسيتيك و الماكروسيتيك اللي انا قسمها ميجالوبلاستيك ونون ميجالوبلاستيك. الموضوع هيبقى على كده افضل يعني لحد ما يكون